معكم كابتن عجوز بونج، اتكلم عن اصعب تمرين في كمال اجسام. وانا ككابتن عجوز اكتشفتهم اصعب تمرين من خلال التعب والاجهاد في منطقه العضله نفسها، وهي التمارين الظهر من ناحيه القطنيه وفي الاوزان العاليه، تمرين الظهر وتمرين الرجلين، دول اصعب تمرين. فلازم نظبط الوزن، وما انتقلش في وزن دول خطر. اي تمرين غلط او اي وزن زياده فوق الطاقه بتاعتك ممكن تعمل لك مشكله في العمود الفقري تروح فيها. تمام، يلا بينا نعمل تمارين السكوات الرجل. انا عندي طبعا تمرين رجل. تمام، ده تمرين سكوات. يعني انا حبيت ان انا اتخن، ان انا بقالي فتره ما لعبت تمرين الرجل. اتمنى افوتكم معلومه واعملوا شير ودعم للقناه.